عالم الكمبيوتر هو فعلا عالم كبير وممكن يساعد كل الاشخاص، مش بس من خلال الامور الفيرتشوال او الامور اللي بتشوفوها عبر شاشه الكمبيوتر، انما من خلال مساعده الاشخاص على الارض من خلال كراود فاندنج وغيرها ايضا من البروجيكتس اللي عم ينعملوا بالخارج وعم بيتم تطبيقهم حاليا بلبنان. بوقتها مع مايا. مايا صباح الخير. صباح الخير. يعني زمان كنا نقول انه الكمبيوتر عن جد هو بس شيء فيرتشوال او سايبر او شيء منه ملموس او منه بس واحد بيشوفه عبر شاشه الكمبيوتر، ارقام بس وامور كثيره هيك بتمرق بس بحياتنا. هي من زمان. انما لا، هلا صار بيعمل فعل على الارض الكمبيوتر. أكيد. لانه صاروا بيقدروا يلمسوا الاشخاص مساعدات من خلال الكمبيوتر. صحيح، ونحن بلشنا نحكي عن هالموضوع جمعة الماضي، شفنا كريم وخبرنا انه هو كان عم بيواجه مشاكل حتى يحقق حلمه ويحقق المشروع اللي حابب يعمله، بس اليوم رح نشوف حل لهالمشاكل واللي هي مستقبل الفندنج او التمويل، وهي اذا بدنا نحكي يعني اصعب مشكله بيواجهها الشخص بس صحيح. يكون عم بجرب يحقق شغله، هي من وين بدنا نجيب المصاري والتمويل. وهيدي الشغله الانترنت لقى لها حل، اللي هي فكره الكراود فاندنج. شو يعني كراود فاندنج؟ كراود يعني مجموعه، مزبوط. يعني الناس، وفاندنج يعني تمويل. مين عم بيمولنا؟ هاي اللي حدا في يمولنا. يعني يمكن اول شيء الواحد يحسها غريبه للفكره او يمكن ما يامن فيها، يقول انه شو بياكد له وين عم تروح هالمصاري، بس بالحقيقه هالسيستم عم بيمشي كثير منيح برا وهلا وصل على لبنان كمان، وراح نشوف سوا كيف. اول ويب سايت بدي احكي عنه اليوم هو كيك ستارتر، هو اللي بلش كل قصه الكراود فاندنج. فتفوتوا عليه بتفوتوا على kickstarter.com او فتشوا على جوجل على كيك ستارتر وبتلاقوه. كيك ستارتر هو ويب سايت بيجوا اشخاص عندهم فكره وبيقولوا انا عندي هالمشروع حابب اعمله وبيكلفني مثلا 10,000 دولار، اذا بتساهموا ب 50 دولار بس خلص رح اكتب لكم ثانك يو باسمكم على الويب سايت، اذا بتساهموا ب 100 دولار بس خلص المشروع رح ابعث لكم اياه لعندكم، اذا بتساهموا ب 1000 دولار مثلا ببعث لكم 10 كوبي وبعزمكم على العشاء. وهذا الشيء بيشجع الناس تيصيروا يعطوا دونيشن، انه هن بالمقابل عم بيعطوا بس كمان رح يرجعوا يلاقوا بالمقابل بس يخلص المشروع اذا تحقق. وهون حابه احكي عن شيء، انه بركي عم تساليني بركي ما تحقق مثلا شو بيصير بالمصاري. هون في شخص يقول بحال ما جمعت قد ما انا عايز برد لكم المصاري كلهم، وفي اشخاص بفضلوا يقولوا لا فضل خلي المصاري معي وجرب اعمل شيء بالاشياء الموجوده. وتنحكي عن سكسس ستوري مثلا، في شخص اسمه سيث جودن هو بيشتغل بالسوشيال ميديا، يعني بيكتب عن السوشيال ميديا وكيف الواحد فيه يستعمل السوشيال ميديا. كل مره كان يتعذب، هو كثير مشهور يعني، بيجيب ببلشرز وبده يعمل كتب، يعني بده دار كتب تيساعده، يعني بيفتش على دور النشر لحتى هن ينشروا له الكتب تبعه. وهي هي منا شغله هينه تقنع الشخص. ام قرر ما يمشي بهالطريقه، فات على كيك ستارتر الساعه 5 الصبح، حط على الويب سايت انا عندي كتاب جديد بدي 40,000 دولار تعمله. بعد 5 ساعات الساعة 11 كان مطلع 90,000 دولار، يعني أكثر ما بده. ايه. وقدر بخمس ساعات يحقق مشروعه إنه يطبع هالكتاب ويعمله، يعني أرقام كثير خيالية للأشخاص. بيكونوا الأشخاص حسب هن قد دفعوا، يا بيطلع لهم كتاب يا بيطلع لهم كذا كذا كوبي من الكتاب من بعد ما هو يكون طبعه أكيد، يعني هن ساعدوا وبنفس الوقت بيكونوا اشتروا الكتاب قبل ما ينكتب. إي مزبوط، هيدي هي الفكرة. وحتى امبارح يعني بالاخبار في شخص طلع مليون و250 الف دولار على كيك ستارتر. هيدا شخص بيشتغل بهوليوود، وهوليوود يعني كلنا بنعرف كيف فيلم هوليوود كلهم لازم يكونوا اكشن ولمسلي هيك شكله وحتى ينجحوا. هيدا عنده يمكن فيلم اكثر اندبندنت حابب يعمله، ما بيلاقي له تمويل، حتى على كيك ستارتر وطلع فوق المليون دولار. يعني عم نحكي بارقام كبيره باشخاص بيشتغلوا بهوليوود بدومين، يعني ما تخافوا اذا عندكم مشروع اكيد فيكم تحققوه على كيك ستارتر وغير كيك ستارتر كمان. هلا خلينا نشوف بلبنان مثلا، في عنا سكسس ستوري، صبيه لبنانيه اسمها هند حباقه عامله عوينات سباحه، فكره كثير جديده بعوينات السباحه تسمح للشخص اللي عم بيسبح يشوف قد ايه عم دقات قلبه وكم كم متر صار ماشي او سابح. هيدا الشيء كثير قوي بالتكنولوجيا. كان بدها تجمع 35,000 دولار مثل ما شايفين قدامكم، هي بدها تطلع 35,000، طلعت 56,000 دولار لتقدر تحققه. هيدا خلص المشروع ونجح اكيد. وكل الاشخاص شوفوا مثلا هون فيكم تقرروا قد ايه بدكم تعطوا، مثلا هي قايله اذا بتعطوني 139 دولار، محدده كمان 139 ايه بتحدد كذا، يعني في كذا باكج حسب قد ايه انت حابه تعطي. في منهم بيقولوا لك فيك تعطينا دولار بس، يعني كل دولار بيساعد حسب قد ايه كبير المشروع. يعني في من 139 وبننزل سوا لل
10,000 يعني تقريبا 11,000 دولار يعني. هذا الشخص بتعطيه كثير لاف إله وبتساعده كثير وبتعطيه اكيد عوينات. يعني كل شخص فيه ظبطه. وهون مهم نحكي انه الشخص اللي عم يعمل هالمشروع بيكون اندبندنت، يعني انت فيك تعمليها، انا في اعملها. هاي الشخص فيه يفوت على الويب سايت، مش ضروري يكون عم يشتغل ضمن مؤسسه يعني ابدا. وهون شو الحلو انه ما بقى عايزين واسطه، ما بقى عايزين نكون بنعرف حدا معين لنحقق فكرتنا. عندنا تولز على الانترنت بيسمحوا لنا بهالشيء. فاذا نرجع نفوت على كيك ستارتر، هيدي صفحه كيك ستارتر، بنكبس على لوج ان او ساين اب. هيدي هي زي تصرنا شايفينها يعني شفناها بفيسبوك بتويتر بكل السوشيال ميديا ويب سايت. بس نكبس على ساين اب يعني نحن عم نخلق اكونت على كيك ستارتر كرمال نقدر نخلق هالمشروع. هيدي بالنسبه لكيك ستارتر. نفس الشيء بويب سايت ثاني اسمه اندي جوجو. اندي يعني كل شيء اندبندنت، يعني اشخاص يعني مثلا في ناس بيغنوا او باند بيدقوا موسيقى ما بيكونوا مشهورين، بيكونوا بعضهم مبلشين اندبندنت. هيدا الشيء لهم اي بيسموا اوقات اندي موفيز، يعني كمان افلام مستقله يعني مش عن شركات كبيره مثل يونيفرسال وام جي ام وغيرها. اي هيدا هي جاي من هون الفكره. مزبوط. هلا الحلو باندي جوجو انه بيسمح للشخص يقرر يا اذا جمع اذا ما قدر يجمع المصاري بيردها للعالم او بيخليها وبيجرب يعمل شو ما كان فيها. فهي الصفحة منفوت فينا نعمل براوز. براوز يعني إذا نحن حابين نساعد شخص أو نساهم بمشروع معين منشوف شو في مشاريع وأيهم نحن حابين نساهم فيها. ليرن إذا حابين نعرف كيف يشتغل، وكرييت إذا نحن عنا مشروع وحابين نخلق له صفحة عندي جوجو تنشوف لوين رح يوصل. يعني مثلا من فترة في شخص اسمه هنري ماثيوز عمل على عندي جوجو، حابب يعمل هو كتاب في تاريخ كل الكوميك بوكس والبوند ديسيني بلبنان من الخمسينات لهلا. هو عنده كل هالمعلومات لانه كان يشتغل بالدومين بالخمسينات، يعني عنده معلومات ما حدا تاني عنده اياها. فخلق على اندي جوجو صفحه وحيلا شخص فيه يفوت بفتش عليه وبيساعد بيساهم ب 10 دولار 25 دولار يلي هي كرمال هو يقدر يعمل هالكتاب. هون بنشوف فاينل كاونت داون عم يحطوا لنا يعني هو قرب يخلص وقتهم، بعد في خمس ايام اربع ايام. هون بنشوف مثلا في فلومه، في لعب، في فاشن، يعني بسكروا هدول البروجيكتس وبصير في بروجيكتس جديد اذا واحد حابب يساهم فيهم يعني. اكيد في هو يعني بعد باقي خمس ايام، في غيرهم باقي اكثر وقت، باقي 36 يوم. يعني الشخص هو بيحدد قد ايه معه وقت تيجمع المصاري، فيكون جمعه فيكون شهر او اكثر. وهون دائما هن تيشجعوا الناس بيحطوا لنا فيتشرد سكسس ستوري، يعني هودي عالم نجحوا جمعوا مصاري ومشي حالهم يعني لحتى يشجعوا الباقيين. ايه قديش عم بتصير ماشيه بلبنان مايا؟ بلبنان بعدها جديده وبالمنطقه كلها يعني. إيه؟ يمكن اول ويب سايت نعمل هو زومال، والشخص اللي وراه عبد الله عبسي كان معنا بعالم صباح ببلا جمرك من فتره. فالويب سايت هو مثل كيك ستارتر واندي جوجو، نفس الفكره اللي هلا حكينا عنها بس موجهه اكثر للبنان وللعالم العربي. تتفوتوا على الويب سايت بتفوتوا على zoomal.com مثل ما شايفين قدامكم، ومثل زيت الشيء نفس الفكره. هلا حاطين انه حكيوا عنهم على سي ان ان وعلى الانترناشونال هيرالد تريبيون، يعني عالميا حكيوا عنهم لانه عملوا مشروع ناجح. وحاطين مثلا هون عندنا ليفت ليدرشيب انيشيتيف فور تيتشر، هذا مشروع حتى يساعد المعلمات والمعلمين بلبنان يعملوا تريننجز تيحسنوا تيطوروا نفسهم ويضلوا على اجدد معلومات يعرفوها. جمعوا الهدف اللي كان بدهم 6,000 دولار، جمعوا 6,100 دولار تقريبا. فاذا اذا بدنا نعمل فاندنج كمان فينا نعمل حتى من بعد ما يخلص، يعني اذا حابين نساهم او فينا نعمل فيو بروجكت. خلينا نشوف البروجكت سوا. هلا عم بيعمل لود. نفس الفكره يعني اكيد هذا شيء بفرح انه بنشوف بلبنان عم بيعملوا اشياء افكار عالميه عم بيقدروا يطبقوها هون، واحيانا يمكن هون بمنطقتنا نلاقي ناس يساعدونا اكثر من عالميا. اكيد باول أكيد. فتره لانه بحسوا انه المشروع بخصهم اكثر، مشروع بيعني له اكثر لانه بينتمي لوطنهم يعني او للمنطقه تبعيتهم. اكيد. هلا تيكون عم اللودينج، فاذا بنرجع على الساين اب عند كيك ستارتر، هون اذا نحن شخص جديد نفس الشيء فينا نحط اسمنا، الايميل بيطلبوا منا الايميل مره ثانيه، الباسورد مره ثانيه، ونكبوا الساين اب. او الطريقه الاسهل اللي كمان حكينا عنها بحلقات سابقه اللي هي لوج ان وذ فيسبوك. يعني اذا شخص عنده فيسبوك اكاونت دغري بيوصل كيك ستارتر على فيسبوك بيصير فيه يعمل لوجن مثلا كبس اسهل له بعد بكثير يعني بتصير تربح وقت يعني. أيه. هلا هون في شيء انه الناس بيخافوا انه اذا صار عندهم معلومات فيسبوك صار عندهم معلومات شخصيه، بس مثل ما حكينا كل واحد بيتحكم بقد ايه هو بيحط معلومات على فيسبوك. فاذا عمل لوج ان وذ فيسبوك هن خلص عندهم ايميله وخلقوا له اكاونت، ما في لزوم يرجع يعبي كل مره.
بتساعد انا انه تما بالنسبه لي تما احفظ 20,000 باسورد. يعني صرنا شايفين من اول ما بلشنا لهلا شي 40 ويب سايت، اذا كل ويب سايت بدي احط له يوزر نيم وباسورد بدي اياها الطاسه. صايرين بنحفظهم على التليفون، اذا ضاع التليفون رحنا بالامنيزا، خلص فقدين ذاكره كامل. فهيدي اللوج ان ويز فيسبوك، خلص معلومات فيسبوك هو هن بستعملهم وين ما كان على الانترنت. هيدي فكره الساين اب. هون فتح عنا زومال. زومال أوكي. خلينا نرجع له. سو هو معمول ببيروت بلبنان، البنت اللي عملته اسمها ساره السباعي، وحاطه اكيد هون بنحط قد ايه كم شخص عمله تويت، كم شخص عمله شير، وبيحط هون سمري انه معلومات عن هالويب سايت. وكثير مرات بيحطوا فيديو، شو بيصير؟ بيصوروا حالهم بكاميرا تليفون او حاله شيء عم بيحكوا تيقنعوا الشخص، لان اذا بتكتب تكست اوكي بيقروا، بس اذا بيشوف الشخص اللي عامل المشروع اللي هو كثير باشنت وحابب المشروع عم بيحكي عنه، اكيد بيصيروا اكثر حابين يساعدوه، بيفهموا اكثر شو الفكره. بعدين قديش واحد بده يامن لهيك بروجيكتس؟ لانه بتعرفي مايا واحد عم يعمل انفستمنت، يعني حتى لو كان يعني استثمار بسيط، بس واحد عم بيحط من امواله، يعني قديش بده يكون فعلا عنده هالثقه بهدول الويب سايتس حتى يقدر يامن لهم ويحط مصاري معهم؟ لانه يمكن يرجعوا له، يمكن يرجعوا له بشكل عيني او بشكل مثلا بروجكت يرجع هو المردود له، او يمكن يرجع له مردود مادي. يعني اكيد هيدي نقطه كثير مهمه نحن عم نحكي عنها، لانه في كثير ناس بيخافوا اكيد على المصاري اللي عم بحطها وين عم تروح، وين عم تروح، خاصه مثل ما شفنا في منهم بيعطوا بالالوف الدولارات. صحيح. هلا خلينا ننزل على اخر الويب سايت. هون بنشوف كذا شغله بتريحنا، عندنا فيزا، ماستر كارد، باي بال، وغير اسامي معروفين، يعني هودي طرق دفع من امن لهم. يعني تياخذوا هن اوتوريزيشن انه حدا في يدفع بالكريدت كارد عندهم، معناتها انه يعني they meet standards، انه عندهم ستاندردز بيسمحوا لهم يعطوا هيك سيرفيس على الانترنت. وهون اكيد حاطين طرق مهينين على العرب، لانه باي بال مثل ما بنعرف بعد ما انه موجود هون. صحيح. ان شاء الله قريبا، بس انه اللي عنده كريدت كارد في يدفع، وكاش او فيزا كمان. فبس نشوف هالشغله نحن نرتاح اكيد انه المصاري معروف شو هي. وتشخص يفتح بروجكت على هالويب سايتات لازم كمان يكون معبى معلومات معينه عن مشروعه، قد ايه هو حقيقي، بده بروف انه انا عن جد هيدا المشروع قادر اعمله، والا اكيد ما بيقدر يفتح هالويب سايت. مشان هيك فينا نوثق فيهم، يعني لهلا صار لكذا سنه وكذا ناس نجحوا فيها، ولا مره صار في اي مشكله، او يمكن اذا صار في مشكله لحقوها واكيد ردوا المصاري للناس. يعني هذا الشيء اكيد بينوثق فيه. هون شفنا مثلا بين عنا الويب سايت الفيديو، بنشوف الاشخاص اللي عاملين البروجكت عم بيحكوا وعم بيعطوا رايهم. وهون تنرجع ننزل اكيد في معلومات عن الشخص، مين عامله، مع صورته، يعني كلهم هو بيساعدوك تتوثقي وتقدري تعطي. وتنرجع نشوف ريوردز، اكيد يعني هون حاطه انه فينا نعطي 5 دولار، فينا نعطي 25 دولار، واكثر شيء اللي فينا نعطيه 3000، اكيد 3000 هون حاطط لهم كينج، انه انتم الملوك تبعوني. انتم امروا وانا بنفذ. فاظن هيدي فكره الجراوند فاندينج، يعني بلشنا نحكي عنها، وبالحلقات القادمه بدنا نرجع نحكي عنها بالتفاصيل اكثر. اكيد شكرا مايا، رح نرجع نشوفك ان شاء الله نحن بخلال عالم الصباح. اكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات المحطه المفصله مع الشيف شادي ورشه ملح. خليكن معنا.